الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ثم انتقل الناظم بعدها وفقه الله إلى باب الأسباب، وبين عقيدة أهل السنة والجماعة فيها، وهي أن الأسباب مؤثرة لا بذاتها. فقولنا مؤثرة أي أن الله جعل لكل سبب أثرا، فجعل من أسباب وجود السحاب الأمطار، وجعل من أسباب المطر نبات الأرض، أليس كذلك؟ وجعل الطعام سببا لإذهاب حرارة الجوع، والشراب سببا لإذهاب حرارة الكبد في الظمأ، وجعل الزواج سببا للإنجاب. فإذا الأسباب مؤثرة، فكل الأسباب فيها آثار، لكن كيف اكتسب السبب أثره؟ كيف اكتسب السبب أثره؟ ألأنه سبب؟ السبب هو الذي يخلق أثره؟ السبب هو الذي يوجد أثره؟ الجواب لا، وإنما الله هو الذي يقدر ترتب الأثر، بمعنى أنه متى شاء أن يفصل الأثر عن سببه لوجد السبب ولا يوجد أثره، كما حصل في نار إبراهيم التي ألقي فيها، نار عظيمة تحرق الأخضر واليابس، فلما أراد الله فصل الأثر قال يا نار كوني بردا، ولو لم يقل وسلاما لمات إبراهيم من شدة بردها، لكنه قال بردا وسلاما متناسبا مع جسم هذا الشيخ النحيل، بردا وسلاما. فقاموا وين ما عاد احرقت. لو كان السبب يفضي إلى يوجب أثره بذاته لكانت النار محرقة في كل زمان ومكان. قد يوجد السحاب ولا يوجد المطر، قد يوجد المطر ولا يوجد الزرع. ليس السنة أن لا تمطروا، السنة أن تمطروا وتمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا، في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. وقد يوجد الزواج والجماع والإنزال ولا يوجد الحمل. فإذا الأسباب مؤثرة نعم، لكن لا بذاتها بل بتقدير الله عز وجل لها. فالأسباب مؤثرة لا بذاتها. طيب من الذي قال إن الأسباب غير مؤثرة أصلا؟ هؤلاء طائفة من بني آدم ممن يفكرون بقفاهم ولا ليس بعقول رؤوسهم، يقولون الأسباب غير مؤثرة أصلا، الأسباب غير مؤثرة أصلا، فالأثر يوجد عنده لا به، يعني بمعنى أن إذا أخذت زجاجة، إذا أخذت زجاجة ورميتها بالحجر ستنكسر ولا؟ لو سألت العقلاء ما سبب الانكسار؟ أنا أقول لو سألت العقلاء ما حد جاوب، ما سبب الانكسار؟ الرمية. هؤلاء معطلة الأسباب يقولون إن الرمية لا أثر لها، إذ أن السبب لا أثر له، وإنما الله خلق الانكسار عند ارتطام الحجر بالزجاج، بمعنى أنه لو لم يرمى لانكسر الزجاج في هذا المكان. لا يا شيخ، قال هو كذا. طيب أنا جائع، عصافير بطني بتزوزو، قال كل. طيب أكلت وشبعت، قالوا اسمع، لقد خلق الله فيك الشبع عندما نزل الطعام في المعدة، بمعنى أنك لو صبرت ولم تأكل لشبعت. يا شيخ، فهذا مثل هذا، إذا اقترب عندك أعطه كفا وبعد الكف سيحس بالألم، فقل له لا تتهم يدي، إياك أن تتهم يدي، إن الله خلق الألم عندما ارتطمت يدي بخدك الجميل. ها؟ وبمعنى أنني لو لم أصفعك في هذا الوقت لتألمت، كذا ولا يا خالد؟ بل هذا المذهب جميل للمجرمين، التلين الأتلى، لأنه بيجي بالرصاصة وبيذبحك بعد ما تمرق الرصاصة في جسدك، وش بتسوي؟ بترخص؟ الجواب بتموت. فيجي القاضي يقول ليش قتلته؟ يقول لا يا قاضي، لا بارك الله، لا تتهم مسدسي ولا تتهمني أنا، الله هو الذي خلق الموت فيه بعد ارتطام الرصاصة ودخولها في جسدي، بمعنى يا فضيلة القاضي وفقك الله، بمعنى أنني لو لم أرمه بالرصاصة لمات الآن. بالله هذا مذهب، هذا بالله هذا مذهب، هذا شوف كيف ضحكته، مذهب ما لكن قال به الأشاعرة، الأشاعرة على علو كعبهم في الذكاء قالوا به، يسمونهم معطلة الأسباب عن آثارها. بينما قابلهم طائفة قالوا الله لا يقدر الأثر، بل السبب هو اللي يخلق أثره أصلا، وسموهم هم مشركية الأسباب. فصارت الأسباب تدور بين معطلة الأسباب
وبين مشركية الأسباب وبين أثرية الأسباب وهم أهل السنة، فقالوا الأسباب مؤثرة ردا على المعطلة، لا بذاتها ردا على ردا على إيش؟ مشركية الأسباب.